تحية للجميع، لجميع التلاميذ، ومرحبا من جديد. في هذه الحصة إذا غادي ننتقلوا إلى الجزء الثاني من الهيدروكربورات. إذا كنذكر بأن في الجزء الأول تعرفنا على شنو هما الهيدروكربورات، إذا وقلنا بأن الهيدروكربورات هم كل أو جميع المركبات العضوية التي تتكون من عنصرين وهما الكربون والهيدروجين. ثم تطرقنا إلى الألكانات وعطينا تعريفا للألكانات وكذلك القواعد التي يجب أن نتبع لتسمية الألكانات. وبعد ذلك انتقلنا إلى التعريف بالسيكلو ألكانات وهي الطائفة الثانية اللي تعرفنا عليها بالنسبة ل... ودابا غادي نتعرفوا على الطائفة الثالثة اللي هي كنسميوها بالألكينات. أوكي، إذن الألكينات شنو هي؟ يعني لتذكرتوا يعني الطوائف الأولى سمينا فقط بالطوائف أو الهيدروكربونات التي لها سلسلة مشبعة. دابا غادي ننتقلوا إلى بعض وليس كل الطوائف التي لها سلسلة غير مشبعة. إذن غادي نبداو بالألكينات. أوكي، دونك ربما إلا بقيت كنتذكر الفقرة الثالثة. أوكي، دونك شفنا الفقرة الأولى الألكانات ثم الألكينات ودابا باردون السيكلو ألكانات ودابا الألكينات. أوكي، الألكينات. أوكي، دونك en français on les appelle des alcènes. Alcènes. أوكي، voilà avec un e accent. Alcènes. دونك اول حاجه وهي نعطيو ربما هنايا ثلاثه. اوكي، نعطيو بعدا التعريف. اوكي، الف تعريف شنو هما الارسينات. اذا الارسينات هي هيدروكربورات هيكلها الكربوني يحتوي على رابطه تساهميه ثنائيه واحده. اوكي، دونك نكتبوا التعريف. هيدروكربورات، هيدروكربورات دونك تحتوي سلاسلها، سلاسلها على رابطة تساهمية ثنائية واحدة. اوكي، بون، إذن فهاد التعريف هذا كيجعل أن الصيغة العامة، إذن وصيغتها العامة، أوكي، هي CnH2n. أوكي، ألور دونك بليس دو بالنسبة للألكانات. أوكي، إذن لاحظنا بأن بالنسبة للسيكلو ألكانات لقينا نفس الصيغة. أوكي، CnH2n، مي بالنسبة للسيكلو ألكانات عندهم سلسلة حلقيه. اوكي، وهنايا السلاسل مفتوحه. اوكي، دونك واخا ما نشيرش بان السلسله مفتوحه ولكن اكيد وضروري من خلال هذه الصيغه العامه خص السلسله تكون مفتوحه، تحتوي سلاسلها المفتوحه. اوكي، لا باس نكتبوا هذه المفتوحه وكنستر عليها. دونك ضروري خص تكون السلسله مفتوحه. اذا فما يمكنش تكون السلسله مفتوحه، باردون، يعني حلقيه وغير مشبعه. اوكي، يعني كتحتوي على رابطه تساهميه وتكون عندي هذه الصيغه هذه ابدا. اوكي، دونك دابا نشوفوا قواعد التسميه. ان الف جوج تسميه الالكينات، الالكينات. يعني كنتبع القواعد، نفس القواعد ما كتغيرش، دائما كنختاروا اطول سلسله. هذه المره اطول سلسله خصها هي اللي تكون فيها سلسله باردون الرابطه المضاعفه، ومن بعد كنرقموا السلسله. اوكي، باش كنعطيو الجذور الارقام. اذا فالترقيم ديما الكربون اللي كيكون فيه يعني اللي كيكون كينشا الرابطه الثنائيه هو اللي نعطيو اصغر رقم ممكن. اوكي، الوغ دونك ما غاديش نكتب القواعد. اوكي، وانما غادي ناخذ امثله وخلالها نسرد القواعد. ناخذ المثال الاول باغ اكزومبل، ابسط الكين وهو CH2. اوكي، دونك ضروري هنا ما تكون ان اكبر او تساوي جوج. ما يمكنش نحصل على الكين وتكون عندي ان ايكال ان، امبوسيبل. اوكي، دونك هذا
الور ما عندنا ما نرقمو علاش لان عندي جوج ذرات كربون مرتبطين برابطه ثنائيه دونك السميه ديال هذا المركب هذا اذا بون كان مثلا ما عنديش رابطه ثنائيه عندي سي 10 ونسميه الكان اوكي باردون غنسميه ايطان الور ديما كنحتفظ بالبادئه اللي قلنا اللي كتشير الى عدد ارقام الكربون وهي ات اوكي الور كنخصم السميه بالمقطع اللي كيشير الى الالكين وهو الياء واللام باردون الياء والنون اي باردون عفوا ما كاينش الياء مباشره النون اوكي مباشره وفي بعض الحالات كنديروا الهمزه يعني تحت الالف والنون فهاد المره هذه كنديروا غير النون اي تين اوكي اي تين اوكي دونك اون فرونسي فوالا بور باش تفهموا مزيان هذا كنسميو ب اي تين كنزيد الاو يعني كنحيد داك الا ان او كنعوض الاب فوالا بالاو اكسون ان اكسون غراف فوالا اي تين بون ننتقلوا للمثال الثاني سي اش 3 اوكي سي اش 2 اوكي اذا هنايا دونك عندي السلسله ما فيهاش تفرع من بعد غادي نشوفوا التفرع كنبدا غير من المسائل البسيطه بعد ننتقلوا للمسائل اللي شويه كتكون معقده صافي ديما كيكون عندي تفرعات الور هنا دونك هذا المركب هذا راه هو نفسه هذه الرابطه الثنائيه اما تكون هنا او تكون هنا راه كيف يعني كما دائما كنقول بحال هذا الماركور سواء كنشد نوري هكذا او لا هكذا اوكي اذا هنا ما عندنا ما نرقمو اوكي دونك مباشره كنكتب السميه اوكي دونك نفس الشيء عندي هنايا ثلاثه اذا كنعوض هاد ايث بار بروب وكنزيد النون اوكي اي تين اوكي وهنا برو بين فوالا بالفرنسي اوكي دونك ديما كنضيف هاد المقطع ان اذا عندنا ثلاثه بروب وكنزيد المقطع ان فوالا بون دابا ننتقل الى المثال الرابع او الثالث باردون دونك سي اش 3 سي اش 2 سي اش سي اش 3 من بعد المثال غادي ندير السلسله المتفرعه اوكي الوغ هنايا دونك بويسك عندي الرابطه الثنائيه كاينه في هذا الكربون دونك ملي غادي نبدا الترقيم ضروري خصنا نبدا منها علاش باش 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 نعطي لهذا الكربون هذا اصغر رقم ممكن اللي هو واحد فوالا واحد اذا هنا عندي جوج وهنا ثلاثه وهنا اربعه اوكي دونك اول حاجه كنكتب المقطع او البادئه اللي كتشي الى عدد ذرات الكربون شحال عندنا هنا اربعه واحد جوج ثلاثه اربعه دونك كنكتب برو باردون بوت اوكي اذا عوض ما نزيد النون يعني النون كتشير الى وجود الرابطه الثنائيه كندير الرقم الاصغر ندير هاد الجوج ديال لي كربون اللي كيحملوا لي الرابطه الثنائيه اذا عندي الكربون واحد وجوج هما اللي مكونين الرابطه الثنائيه اذا اشير الى الكربون اللي عنده الرقم صغير هو واحد وكنكتب هنايا واحد وهنايا دونك ما كنديرش النون بحيثها في هذه الحاله ملي كندير الارقام كندير الهمزه للسطر ان اوكي دونك بوت واحد ان اذا هنا ما كنكتبش ان الهمزه كنديرها غير في هذه الحاله ملي كنفصل هذه البادئه على هذه اللازمه عاد كندير الهمزه ان اوكي دونك اون فرونسي ميم شوز دونك جيكري بوت فوالا دو وكنضيف ان داكور الور في الحاله اللي غادي ندير هذه الرابطه الثنائيه هنايا اوكي دونك فكروا شويه باش كيفاش غادي تسميو المركب منين الرابطه الثنائيه تكون ما بين الكربون جوج وثلاثه فكرتوا مزيان اذا اكيد ان راكم عرفتوا السميه اذا غادي ندير عوض هنايا جوج غادي ندير باردون عندنا ما ندير واحد ندير جوج نكتب بوت جوج ان دونك لان الرقم اولا الكربون اللي عنده الرقم الصغير هو هذا جوج كندير هنا جوج ما نديرش ثلاثه بحال هنا ما درناش جوج درنا واحد بون دابا نعطي في الحاله اللي كيكون عندي تفرع اذا فنفس الطريقه اوكي بار اكزومبل نعطي هذا المثال عندنا سي اش 3 سي اش 2 سي اش بار اكزومبل ici سي اش 3 سي اش اوكي بون نقدر مثلا ندير الرابطه الثنائيه هنا فوالا الوغ هنا خصني نحيد واحد الكربون اوكي هنا كندير غير امثله اوكي دونك سي اش هنايا مثلا عندي سي اش 3 اوكي وهنايا سي اش 2
باردون. اذا فوالا ماشي مشكل هنا سي اش 2 وهنايا سي اش 3 اوكي بار اكزومبل ونزيد نضيف هنا شي جدر اخر سي اش 3 اوكي ولماذا ندير هنايا سي اش 2 سي اش 3 فوالا مثلا اوكي اذا حنا كنعطيو هنا امثله باش يمكن لنا نسميو الوغ اول حاجه خصني نختار اطول سلسله ولكن هاد السلسله الطويله خص ضروري تكون فيها الرابطه المضاعفه اذا هذه القاعده الاولى السلسله الطويله صافي دير اللي فيها اكبر عدد من ذرات الكربون والتي تضم الرابطه المضاعفه يعني الرابطه الثنائيه في الحاله ديالنا الا كنحسبوا مثلا غادي نبدا حساب لنا 1 2 3 بون 3 4 5 6 اوكي هذه فيها 6 نحسب لنا 1 2 3 4 5 6 اذا هاد هاد السلسله هذه اوكي هذه ما نعتبرهاش علاش حيت ما فيهاش الرابطه الثنائيه اوكي دونك الرابطه الثنائيه خارجه ما دخلاش في السلسله اذا هذه السلسله لا تعتبر دونك نعتبروا غير هذه اوكي يمكن لي مثلا نجي منها 1 2 3 4 5 اذا هذه ما مقبولاش ايضا حيت ما كاينش الرابطه الثنائيه اوكي باردون يعني قصيره لان لقينا واحده طويله عليها وكاينه هذه مثلا 1 2 3 4 5 6 دونك كيف كيف اوكي الور كنلقى اطول سلسله دونك فيها 6 ديال ذرات الكربون اوكي دونك كنأطر هذه السلسله هذه كندير لها واحد الاطار اذا هادشي غير باش نشرح لكم وصافي اوكي ومن بعد كنرقم اذا ملي ندير الترقيم خصني نعطي الكربون اللي كيحمل الرابطه الثنائيه اصغر او الكربونات اللي كيحملوا اصغر ارقام بغض النظر على الجذور ان هذه المره ما كنشوفهاش كنغمض عيني على الجذور كنشوف غير فين كاين عندي الرابطه الثنائيه داك الكربونين اللي كينشئوا الرابطه الثنائيه هما اللي خصهم ياخذوا اصغر ارقام ممكنه اذا فالا بدينا الترقيم منا اكيد غادي نلقاو بان عندهم ارقام كبيره حيث 1 2 3 هنا 4 هنا 5 اذا الا بديت منا غادي نلقى 1 2 3 دونك هنا 2 3 في هذا الترقيم وما الترقيم هذا 4 5 دونك 2 3 صغارين على 4 5 وبالتالي كنبدا نرقم منها 1 2 3 4 5 6 اوكي ومن بعد كنكتب اذن اشير الى الجذور كما درنا في الالكانات اوكي كنشير الى الجذور هما الاولى اذن شحال عندي هنا ديال الجذور عندي هنايا هذا الجذر ايثيل نبدا به هو الاول اوكي حيت الاو سابقة الان دونك كنكتب 3 ايثيل باردون دونك نبدا بالعربيه وغنشوف بالفرنسي 3 ايثيل اوكي بون من بعد عندي جوج اربعه جوج اربعه ثنائي ميثيل ومن بعد اذا عندي كنحسب السلسله الرئيسيه شحال فيها من ذرات الكربون عندي واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته اوكي دونك سته صافي دير هكس هكس دونك هذه كنشركها ميثيل هكس اوكي وكندير الرقم اصغر رقم ديال الكربون اللي كيحملوا يعني الكربون عندي جوج الكربونات اوكي بجوج كنرقمهم اذا هنا كناخذ غير الرقم الصغير ديال احد الكربونين اللي كينشئوا الرابطه الثنائيه اذا هنا عندي جوج دونك وكنكتب جوج فوالا وكنختمها بان اوكي دونك ثلاثه ايتي فوالا جوج اربعه ثنائي ميثيل هكس دو ان اوكي دونك فرنسويه دونك جي سي 3 اوكي ايثيل وقلنا هاد الاو كنحيدوها بوي 2 4 دي ميثيل اوكي وهنا كنشرك هكس اوكي دو ان اي فوالا لو نو اون فرونسي بون جيسبر كو يعني نتمنى تكونوا فهمتوا اوكي نعطيكم واحد المثال وحاولوا تشوفوا واش استوعبتوا مزيان بون مثال اوكي سي اش 3 مثلا سي اش سي اش 3 اوكي سي ici بون دوبليزون سي سي اش سي اش 3 اوكي سي اش 2 سي اش 3 هذا اكزومبل اوكي دونك هنا يمكن لي باغ اكزومبل ندير مثلا سي اش 3 فوالا بوكوا با دونك حاولوا تقلبوا على السميه ديال هذا المركب هذا اوكي دونك اول حاجه اختاروا اطول سلسله ومن بعد رقموا السلسله اوكي باش كتشيروا الى الجذور اوكي فكروا واحد شويه وعاد تشوفوا الجواب اوكي
بون انا بالنسبه ليا غادي نشوف اطول سلسله، ان هذه السلسله ديما نحسبهاش هذه. علاش؟ لان ما فيهاش رابطه ثنائيه، دونك هذه السلسله لا اعتبرها بتاتا، واخا تكون هي الطويله كاع حيت لا تحتوي على الرابطه الثنائيه. اوكي، دونك غادي نبدا الحساب ديالي من هنا باش ندخل هذه الرابطه الثنائيه في السلسله. دونك 1 2 3 4 5 اوكي، 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 اذا جميع السلاسل اللي فيهم الرابطه الثنائيه كلهم فيهم 5 ديال الذرات ديال الكربون. اذا اي سلسله خديت غادي نلقى نفس المركب ونفس السميه. اوكي، دونك ناخذ السلسله اللي بغيت، ناخذ باغ اكزومبل هذه. اوكي، ها هي مثلا. اوكي، باغ اكزومبل هذه. اوكي، فنفس فوالا. اوكي، سواء ناخذ هذه او نكمل نيشان. اوكي، لان كلهم فيهم 5، 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. دونك ونبداو كنرقمو. دونك الور الترقيم، دونك الا بديت من 1 2 هذا غادي يولي فيه 3. اوكي، ولا بديت من 1 2 هذا فيه 2. دونك الترقيم اللي مقبول وهو هذا 1 2 3 4 اوكي 5. الور هنا لاحظوا معي مزيان بان عندي هاد التفرع اللي هنا في اصلا تفرع. اوكي، دونك خديت هذا المثال وخرج هكذا، إذا لا بأس باش تعرفوا كيفاش نسميو هذا المركب اللي كيكون فيه تفرع فيه أيضا تفرع. أوكي، بون، دونك عندي هنايا دابا هذا جدر لاصق ليا في هذا التفرع. أوكي، دونك كنبدا بهذا، مكنشير بثلاثة، دونك ثلاثة يتيل ولكن لاصق فيه الميتيل، دونك غادي نكسب ثلاثة. أوكي، الور هذا الميثيل كنشير ليه هو الاول لانه جذر لاصق ليا في هذا. ثلاثة ميثيل الايثيل، فوالا ميثيل الايثيل ها هو الايثيل. ثلاثة ميثيل، دونك بلا ما نشير بلا ما نرقم، كان كانت عندي طويلة بزاف وهذا مثلا في الوسط يمكن لي الرقم، دابا هنا بالرقم ثلاثة ميثيل الايثيل. اوكي، ميثيل الايثيل داكور. بون الور شنو بقى لنا؟ بقى لنا هذا أربعة، باردون أربعة ميثيل، ميثيل اوكي، واحد خمسة، دونك ميثيل بنت، بنت الرقم شحال؟ جوج، الرابطة الثنائية كاينة ما بين جوج وثلاثة، دونك كنشير إلى رقم جوج إن. اوكي، دونك ثلاثة ميثيل إيثيل، أربعة ميثيل بنتين. اوكي، فوالا. ألور بالفرنساوية، دونك عندي ثلاثة ميثيل إيثيل إيثيل اوكي، بوي 4 ميثيل ميثيل اوكي بين شحال عندي؟ جوج ان اي فوالا. اوكي، دونك الى فهمتوا هذه الطريقه هذه، دونك راكم فهمتوا نعطيكم اي مركب بون في حدود المقرر، يعني يمكن لكم تسميوه بكل سهوله. اوكي، دابا ننتقلوا لواحد النوع اخر ديال التماكن، وعاد نشوفوا واحد الطائفه اخرى. الور واحد الحاجه خصنا نلاحظوها ما بين الرابطه الثنائيه والرابطه الاحاديه. اوكي، بون باش تفهموني شنو كنقصد، باش عاد نسميو اشياء بمسمياتها. بون سيبوزون بلي عندي جوج ديال الجزيئات، عندي جزيئات الاطار. اوكي، دونك سي درت هذه المره الصيغه المنشوره. اوكي، اش اوكي، وعندي الايتين اش إذا نذكر بأن هاد الكربون عنده هندسة يعني ثلاثية الأبعاد، وقلنا بأن الهندسة ديال هذا هو رباعي أوجه، ولكن هذه المرة غير منتظم. علاش؟ لأن هذه الرابطة الرابعة ماشي بحال هادو، حيت هادي ما عندهاش نفس الطول ديال هادو بجوج، حيت الكربون هنا مرتبط بالهيدروجين وهنا مرتبط بالكربون. أوكي، وبالنسبة إذا هذا إيطان وهذا إيتين. أوكي،
إذن هنايا عندنا رابطة ثنائية، أوكي، وهذا الهندسة ديالو هي هندسة مثلثية، صافي دير يعني هندسة مستوية، أوكي، ثنائية الأبعاد. ألور هاد الرابطة الثنائية، أوكي، هاد بون هاد الرابطة البسيطة يمكن للجزيئين تدور حولها، صافي دير هنا كاينة إمكانية الدوران، أوكي، يعني هاد المجموعة ديال الذرات ديال الكربون مع الهيدروجين السخين فيمكن له يدور، أوكي، وهذا يدور، اوكي، صافي دير كاين امكانيه ديال الدوران حول الرابطه الثنائيه البسيطه، دونك هنايا امكانيه الدوران، وفعلا فالجزيئه دائما الجزء دائما يعني هاد الكربونات بجوج كيدوروا حول الجزيئه، وبالتالي فواحد المره مثلا الا خديت مثلا عندي جوج ذرات هيدروجين مثلا هذه وهذه، اذا مثلا هاد الذره ديال الهيدروجين لاصقه في هاد الكربون وهذه لاصقه في الكربون، وانا كنشوف جزيئه هكذا، اذا شنو غادي نلاحظ؟ غادي نلاحظ بان واحد المره هاد الهيدروجين ما يبانليش حيت هذا مضرقو، اوكي، ومن بعد غادي يبقى كيدور ويبقى كيبان لي، اوكي، اذا تصوروا عندي هنا ثلاثه ديال الذرات الهيدروجين وهنا ثلاثه، اوكي، يعني غادي يحصل على واحد الشكل بحال هكذا تاره، غادي يكون عندي مثلا غادي نمثل لا بغينا نقولوا الجزيئه، اوكي، ناخذها بحال هكذا، يعني هذا الكربون اللي كنشوف فيه هو الاول غادي نمثلو بواحد الدائره، اوكي، والكربون اللي كاين قدام نمثلو بنقطه، دونك ها هو الكربون اللي فيه نقطه، هو الكربون اللي فيه دائره، هذا الكربون اللي كاين يعني اللي كنشوف فيه هو الاول، اذا واحد المره كيكون عندي هذا لاصقين فيه ثلاثه ديال الذرات، باردون، اربعه ديال الذرات الهيدروجين، بون باردون، ثلاثه ديال الذرات الهيدروجين، فوالا، اوكي، اي فوالا، اوكي، وهذا لاصقين فيه ثلاثه، هذا اللي هنايا، اوكي، نمثلهم بالاحمر، اذا واحد المره هادو اللي هنا القدام غادي يدرقوا عليا هادو التوالا، اوكي، بحال هكذا ما يبانوليش، اوكي، واحد المره ملي غادي تدور الجزيئه غادي نحصل على هذا الشكل هذا، فوالا، دونك ها هما الذرات ديال الكربون ديال الهيدروجين، اوكي، ثلاثه، اوكي، وهنا ثلاثه اخرين غادي يبانوا ليا، اوكي، فوالا، اذا هذا الشيء ناتج عن الدوران، واحد المره يبانوا ليا بسته ديال الذرات، واحد المره يبانوا ليا غير ثلاثه، إذن هذا الشيء ناتج عن ماذا؟ عن إمكانية الدوران، وبالتالي هذه الرابطة نقول بأنها غير متينة، يعني إني با ريجيد، أوكي، صافي دير ريجيد يعني متين باللغة العربية، أوكي، بينما هذه الجزيئة فالرابطة الثنائية هنا يستحيل الدوران، انعدام الدوران، انعدام الدوران، أوكي، صافي دير ما يمكنش الجزيئة تدور حول الرابطة الثنائية، ولهذا نقول بأن هذه الرابطة الثنائية رابطة متينة، أوكي، بون غادي نشوف دابا منين غادي يكون عندي واحد المركب اللي فيه بزاف ديال ذرات الكربون، ونشوفوا شنو يمكننا نلاحظوا بالنسبة لهاد الجزيئة هذه، أوكي، ولهذا دونك غادي ناخذ مثلا بوت جوج اين، اوكي، في المثال قبيله تخدينا بوت واحد اين، دابا غادي ناخذ بوت جوج اين، اوكي، دونك غادي اوكي نعتبر الجزيئه بوت جوج اين، اوكي، دونك البوت جوج اين فوالا، دونك عندي هنايا سي دوبليزون ايسي سي، وغادي ندير دابا السي غنفس المنشوره، اوكي، دونك هنا عندي اش سي اش 3، اوكي، وهنايا بون اش، وهنايا دونك جو دوا ميتر اش سي اش سي اش 3، اوكي، دونك هادي السي غنفس المنشوره، اوكي، الور في الفضاء دابا كيفاش غادي نشوف الجزيئه في الفضاء؟ اذا في الفضاء غادي يبانوا لي جوج الاشكال ديالها ولكن مختلفين، يعني الى شفت الصيغه نصف المنشوره نفس الصيغه، ولكن الجزيئه في الفضاء غادي نلقى بان عندها جوج ديال الاشكال في الفضاء اللي مختلفين، والانتقال من شكل الى اخر لا يتم بالدوران حيت ان انعدام الدوران، كي باش ننتقل من تشكل الى اخر خصني نهدم الجزيئه واللي نبنيها من جديد، اوكي، دونك عندي الشكل الاول شنو هو؟ وهو سي هنا سي، الور عندي هنا اش سي اش 3، اوكي، وهنايا دونك هاد الاش هادي هاد الاش هي هادي، وهنا سي اش 3،
اوكي وهنا عندي اش سي اش 3 الور يمكن يلاحظوا هنا بان هاد الجذور الجدري مثيل كاينين في المستوى في نفس الجهه من الرابطه الثنائيه اوكي كاينين في نفس الجهه من الرابطه الثنائيه الور هاي الرابطه الثنائيه اوكي هذا المستوى اللي كيمر عبر الرابطه الثنائيه واللي هو افقي هادو بجوج كاينين تحته الامكانيه الثانيه وهي التاليه سي اوكي دونك باردون هنا سي عندي ليزون دوبل اوكي الور عندي هنا اش هنا سي اش 3 اوكي وهنايا سي اش 3 وهنايا اش اذا هذا شكل اخر لهذه الجزيئه بحيث ان هذه الجذور الالكيليه كاينين يعني في جهتين مختلفتين من المستوى اللي كيشكل اللي كيمر بالرابطه الثنائيه يعني كيتواجدوا ليا في جهتين مختلفتين من الرابطه الثنائيه إذن هاتين الجزيئتين رغم ان لهما نفس الصيغه النصف المنشوره ونفس الصيغه العامه لان الصيغه العامه هي سي 4 اش 8 اوكي نفس الصيغه العامه ونفس الصيغه المنشوره ولكن كيختلفوا في التشكل في لو كونفورماسيون صافي ديك التشكل ديالو في الفضاء اوكي كيختلف اذا هذا كيعطينا واحد النوع جديد ديال التماكب ما كناش شفناه فيما قبل اللي سميناه بمتماكبات التكوين يعني شنو نذكر متماكبات التكوين وهي جزيئات لها نفس الصيغه الاجماليه وتختلف في صياغ نصف المنشوره اوكي لقينا ثلاثه انواع هناك تماكب السلسله تماكب الموضع وتماكب الوظيفه الور هنايا عندي نفس الصيغه العامه نفس الصيغه نصف المنشوره إذن هنا ما يمكنش نتكلم على تماكب التكوين اوكي حيت من نفس الصيغه المنشوره ولكن كيختلفوا في المظهر ديالهم في الفضاء اوكي يعني في التشكل ديال الفضاء كيختلفوا إذن وبالتالي هاد الجزيئتين يعني باش ننتقل من هذا الشكل هذا إذن يستحيل علاش لان ما يمكنليش غير ندور اوكي ندير واحد العمليه ديال الدور حول الرابطه الثنائيه لان هذه رابطه كما قلت رابطه متينه يعني ريجيد اوكي ليزون ريجيد اوكي كتب لكم باللغه الفرنسيه ريجيد وبالتالي الا بغيت ننتقل من هذا الشكل هذا او من هذا خصني هذه الرابطه الثنائيه نحطمها يعني الجزيئه نقضي عليها ما تبقاش وعاد نولي نصلحها من جديد او نولي نشكلها من جديد إذن هذا كيعطي لي واحد الشكل واحد النوع اخر من التماكب اوكي اون فرونسي كنسميوه لا ستيريو ايزون ميري اوكي دونك هنا شفنا الف بون التعريف التسميه ودابا إذن بالعربيه كنترجموه كنسميوه بالتماكب الفراغي التماكب او الفضائي تماكب الفراغي راغي اوكي فرنساويه ستيريو ايزون ميري صافا دير ان هذا النوع التماكب لا يمكن ملاحظته في الصيغه نصف المنشوره بل يمكن لي نلاحظو حتى كنشوف جزيئه قدامي يعني كتبان لي جزيئه عاد كيبان لي الاختلاف ما بين هذه وهذه اوكي اذا هنا عندنا جزيئتين مختلفتين اذا شنو هو التماكب الفراغي اوكي دونك غادي نكتب هنا التعريف ديالو يعني ماشي او بالاحرى غادي نعطيو علاش عندنا هذا التماكب الفراغي اذن هذا التماكب ناتج عن عدم امكانيه الدوران حول الرابطه الثنائيه إذا المتماكبات اللي هي كما قلت جزيئات المتماكبات الفراغية دونك نكتب فرونسي ستيريو إيزومير دونك المتماكبة الفراغية هي جزيئات لها نفس الصيغة العامة ونفس
الصيغة نصف المنشورة، لكن تختلف تشكلاتها في الفضاء، أو لكن ليس لها نفس المظهر الخارجي، نفس الشكل أو نفس التشكل، ليس لها نفس التشكل في الفضاء. التشكل كنسميه كونفورماسيون بالفرنسية، تشكل كونفورماسيون يعني نفس التشكل نفس المظهر، ما نسميه كي بغيتو. الو حنا دونك الكيميائيون باش يميزوا ما بين هذه وهذه استعملوا واحد جوج الحروف جايبينهم كلمات باللغه الالمانيه. اوكي دونك هذا دونك لا بغينا نسميو كنكتبوا بوت جوج ان. اوكي وهذا بوت جوج ان. اذا باش نعرف باللي راني كنقصد هذه الجزيئه، اذا هنا كنضيف الحرف او دونك بوت جوج إن أو، وهنا كندير في الحرف زين. أوكي دونك هذا إما كنسميوه ب التماكب الفراغي أو التماكب أو و زين. فوالا دونك بوت جوج إن أو وهنا بوت جوج إن زين. أوكي بون دابا غادي نعطي آخر مركب اللي عندنا في المقرر، وهو المركبات الإيثيلينية. دونك الوغ هنا أليف، دونك شفنا أولا ثانيا ثالثا رابعا لأن هي هذه المركبات الإيثيلينية يعني تشتق من الألكينات، المركبات الإيثيلينية. بون الوغ هنا بلايا الاي في كاينه هنا ليا الاي في لينيا. اوكي مباشره لان الا كانت ليا تكون حاجه اخرى. اوكي كاين واحد الطائفه اخرى كنديروا لها ليا ما عندناش المقرر مع الاسف، اذا لا داعي باش نذكروها، نكتفي غير بهذا الشيء اللي عندنا في المقرر. وهاد المركبات هادو كنسميهم مركبات الالسينات. اوكي دونك هادو الكينات وهذوك الالسينات ما عندناش مقرر، ينفع غير على سبيل الذكر ملي جبدناهم. دونك شنو هما الالسينات؟ هما واحد المركبات هيدروكربوريه، يعني بحيث ان ذات سلاسل مفتوحه وتتواجد بها رابطه ثلاثيه هذه المره واحده. اوكي دونك ما عندناش مقرر. الوغ دونك المركبات الايثيلينيه شنو هي؟ اذن هي واحد المركبات مركبات اذا ماشي بالضروره هيدروكربورات. اوكي دونك هنايا ما كتبش هيدروكربورات، مركبات عضويه تحتوي سلاسلها او هياكلها على رابطه ثنائيه على الاقل. اوكي يعني على الاقل فيها رابطه ثنائيه، يقدروا يكون فيها جوج يقدروا فيها اكثر لا يهم، وماشي بالضروره هيدروكربورات. اوكي دونك نعطي امثله. اوكي اذا مثلا عندنا بار اكزومبل سي اش 2 سي اش سي ال. دونك هنا عندي واحد المركب واحد العنصر ديال واحد الهالوجين ظهر ليا في الجزيئه، إذن هذا ماشي هيدروكربون. اوكي إذن هذا دونك غادي نسميوه عنده جوج الاسماء، سواء غادي نعتبر الكلور كجدر. اوكي وغادي نسميه كلورور. اوكي كلورور دونك إيث باردون ماشي كلورور وإنما كلورو كلورو، حيت ملي كيكون عندي الكلور كجدر كنسميه كلورو. اوكي كلورو الوغ شحال عندي دونك جوج إي تين كلورو ايتين. اوكي دونك بلايا اتونسيون الا زدنا ليا راه ماشي ما بقناش عندنا الايتين ولا عندي المركب اللي فيه ثلاثه ديال الروابط الثنائيه. اوكي دونك اون فرونسي كلورو ايتين. الوغ دونك
او لا كنسميوه دونك غادي نعتبر هذا السي اش سي اش 2 كجذر. يعني كيكون عندي كجذر كنسميه ب فينيل. اوكي فينيل. وبالتالي او كلورور الفينيل. اوكي دونك دابا هنا اعتبرت في التسميه الاولى اعتبرت هاد الكلور كجذر اوكي وهذا السلسله الرئيسيه. اوكي دابا لا وليت اعتبرت هنايا الفينيل كجذر لاصق ليا في هاد السائل اوكي ولهذا كلورور الفينيل. اوكي مثال اخر بار اكزومبل عندنا سي اش 2 سي اش الوغ هنا عندي الحلقه البنزينيه صافي دير سي 5 اش 6 اوكي دونك هنا في السميه عندي جوج امكانيات غادي نعتبر بان سي 5 اش 6 جذر يعني هاد الحلقه البنزينيه عباره عن جذر. اوكي اذا كيكون البنزين جذر كنسميه بالفينيل. اوكي يعني هنايا فينيل وهذا بالنسبه للايتين كنسميه فينيل بالنسبه لهذا كنسميه فينيل وبالتالي كنكتب فينيل فينيل. اوكي اي فينيل ايتين. اوكي دونك كنشرك ديما ايتين او دونك غادي نعتبر دابا هاد سي 5 اش 6 هو السلسله الرئيسيه وهذا كجذر اذا هذا كجذر هو فينيل او فينيل فينيل بنزين فينيل بنزين. اوكي دونك هادو بجوج كنسميو بمركبات ايثيلينيه. بون دابا غادي نشوفو اخر فقره عندنا في هاد الدرس إذا غادي نتكلمو على كيفية أو تقنيات تغيير الهيكل الكربوني. إذن علاش كنلجؤوا إلى تغيير الهيكل الكربوني؟ حيث أصلا حنا بالنسبة للهيدروكربونات اللي كنستخرجو من البترول كيكونوا مشتقات مشبعة أوكي وغالبا ذات سلاسل خطية. إذن حنا الهدف ديالنا وهو أننا خصنا انطلاقا من هاد الألكانات يمكننا نستعملو واحد الأنواع كيميائية أو واحد المركبات اللي نستعملوها كمادة خامة للصناعة الكيميائية العضوية إذن بحال صناعة البلاستيك أوكي أو صناعة الأنسجة أو صناعة بعض المواد العضوية اللي كنحتاجوها في الصيدلة. أوكي دونك ولهذا نلجأ إلى ماذا؟ إلى تغيير الهيكل الكربوني ديال المركبات الهيدروكربورات باش كتولي أكثر تفاعلية، يعني كتولي كتفاعل بكثر، لأن كنعرفوا أن الهيدروكربورات ذات السلاسل المشبعة يعني كتشارك في عدد محدود من التفاعلات الكيميائية، إما كتشارك في الاحتراق وهذا التفاعل الكيميائي ديال الاحتراق فهو خاص بالنسبة لجميع المركبات العضوية، أو تشارك في تفاعلات الاستبدال. يعني كان مثلا عندي واحد الذره ديال الهيدروجين نحيدها وندير بلاصتها واحد الذره ديال واحد العنصر اخر. اوكي اذا التفاعلات محدوده. اوكي ولكن ملي كتكون السلسله مشبعه ملي كتكون السلسله غير مشبعه التفاعليه ديال المركبات العضويه كتزيد. اوكي يعني كتولي اكثر تفاعليه. وايضا بالنسبه للفاعليه ديال الاحتراق فملي كيكون عندي واحد الهيدروكربور دا سلسله خطيه ملي كيتحترق الفاعليه ديال الاحتراق اوكي ما كتكونش بنفس الاهميه الا كانت السلسله متفرعه. اوكي ولهذا فكنلجؤوا الى تفريع السلسله ديال الالكانات باش الاحتراق كيكون اكثر فاعليه. اوكي دونك الموضوع ديال الفقره وهو اذا تقنيات تغيير الهيكل الكربوني. دونك ربما غرون دو تقنيات تغيير
الهيكل الكربوني. اذا فغادي نهضروا على جوج على ثلاثه ديال التقنيات. اذا التقنيه الاولى كنسميوها ب التكسير الحفزي. اوكي التكسير الحفزي، دونك شنو المعنى ديال التكسير الحفزي؟ ان السلسله كتكون يعني طويله، دونك كنرجعوها قصيره، و ميم طون كنرجعوها غير مشبعه، صافي دير كتكون مشبعه وكنرجعوها غير مشبعه باش كنرفعوا التفاعليه ديال المركب العضوي. اوكي دونك اولا التكسير الحفزي، فوالا. التكسير الحفزي، إذ ماذا نقصد به الحفزي؟ أوكي، إذ الحفزي وهو أن هذا التفاعل الكيميائي يتم بوجود حفاز. إذن شنو هو الحفاز دونك في الكيمياء؟ الحفاز كنستعملوه جوج ديال الأغراض، إما لتسريع التفاعل الكيميائي، لأن كاين تفاعل كيميائي كيكون بطيء، كنستعملو حفاز باش المدة ديال الإنجاز ديال التحول كتكون قصيرة، أولا كنستعملو الحفاز لتوجيه التفاعل الكيميائي، بمعنى آخر أن كيكون عندي متفاعلات، أوكي، هاد المتفاعلات يمكن بوجود حفاز يعطيو ليا نواتج معينة، وبوجود حفاز آخر يعطيو ليا نواتج أخرى، أوكي. إذن هذا هو التعريف ديال التحفيز، اوكي، او لا الحفاز او الحفزي. دونك الحفزي وهو ان هذا التكسير يتم بوجود حفاز، والتكسير الفرنسي كنسميوه كراكاج. كراكاج كراكاج كاتاليتيك كاتاليتيك. اوكي دونك اولا صغيره غادي نبداو بكراكاج دو هيكسان، يعني تكسير الهكسان. اذا الهكسان دونك سي اش 3 بون باردون ici سي اش 2 بون غادي نعاودوها شحال مره، اربعه المرات، اوكي سي اش 3 دونك هذا هو الهكسان. دونك عندنا سي اش 3 سي اش 2 سي اش 2 كتعاود اربعه المرات وكنقسموها بسي اش 3. اوكي بون بي رفع درجة الحرارة 400 درجة سلسيوس، اوكي 400 درجة سلسيوس، إذا كنحصلوا على واحد المركب دونك قصير اللي هو بوت جوج إن سي اش 3 سي اش سي اش سي اش 3، اوكي دونك بوت جوج إن زائد، اوكي دونك زائد الإيطان سي اش 3 سي اش 3، اوكي ايطان. اوكي دونك الفائده ديال هذا التكسير اننا حصلنا على واحد المركب عنده رابطه ثنائيه، اذا فهو اكثر تفاعليه من هذا المركب، ان هذا يمكننا نستعملوه لانتاج مركبات عضويه اخرى، اوكي، وهذا ما يمكنناش نستعملوه لانتاج تلك المركبات العضويه حيث هذا التفاعليه ديالو محدوده. اوكي دونك هذا المثال الاول. المثال الثاني عندنا كراكاج ديال البيوتان. اوكي دونك تكسير البوطان. دونك عندي البوطان سي اش 3 اوكي سي اش 2، دونك غادي نعاودها جوج مرات وهنا عندي سي اش 3. اوكي دونك كنحصل على ماذا؟ اذا هاد الجزئية كنقسمها على جوج، اوكي، وبجوج يمكن فيهم رابطة ثنائية، دونك كنحصل على سي اش 3 باردون سي اش 2 سي اش 2، اوكي هنا رابطة ثنائية، زائد وكنزول ذرات الهيدروجين، اوكي زائد اش 2. اوكي دونك غادي نشوفوا هنا شحال حصلنا على جزيئة ديال الإيطان، اوكي دونك نوازنوا فقط ونعرف هنا شحال المعامل يعني التناسبي اللي خصني نضرب فيه هاد الجزيئة أو هاد الصيغة. ألور عندنا هنايا دونك عندي 10 ديال ذرات الكربون، هنا عندي يلاه 4، اوكي 4 وهنا جوج، دونك هاد 4 خصني نضرب في جوج، إذن هذا عندي بوطان وهنا عندي دونك اي تين، اوكي وهذا ثنائي هيدروجين راه باين، اوكي اي تين. بون دونك عندنا التفاعل الثاني، اوكي باردون
الور التفاعل الثاني وهو دونك اعاده تكوين ان صح التعبير. اوكي دونك بالفرنسيه كنسميوه ريفورماج. اذن ثانيه صغيره اعاده التكوين اون فرونسي ريفورماج. الور شنو هو الريفورماج؟ اذن السلسله اما كتكون عندي بون كنطرق دائما بسلسله خطيه اوكي اما كنفرحها يعني كنرجعها متفرعه وهذه العمليه هذه كنستعملوها باش نحصلوا على البنزين اوكي ماشي دونك هنا قبيله صدرنا على البنزين بدونيا ملي كنقول البنزين وكنطول داك النون في التالي كنقصد به الوقود ديال السيارات اللي كتسمي الفرنسيه ليسونس. اذا فالوقود ديال السيارات هو عباره على واحد الهيدروكربونات اللي هما الاوكتان صافي دير 8 ديال الذرات ديال الصيغه الاجماليه فيها 8 ديال الذرات ديال الكربون. اذا فهاد الاوكتان اوكي باش ردوه اكثر تفاعليه يعني او اكثر مردوديه خلال الاحتراق لان الهدف ديالنا من الوقود ديال السيارات هو الحصول على طاقه حراريه. اذا باش يكون المردود افضل نقوم بتفريع الاوكتان اوكي او الهبطان باش كنحصلوا على سلاسل متفرعه والاحتراق ديالها كيكون يعني يسير وبالتالي المردوديه او الطاقه الحراريه كتكون مرتفعه. اوكي دونك اول عمليه وهي دونك تحليق او لا باردون تفريع جايه من الفرع تفريع صافي دير السلسله كتكون خطيه ونقوم بتفريعها صافي دير غاميفيكاسيون غاميفيكاسيون. اوكي اذا غادي نطلقوا من تفريع كمثال اوكي مثال تفريع ال دونك الهبطان اوكي الهبطان صافي دير زد او لا عدد الكربونات كيساوي 7 تفريع الهبطان تفريع الهبطان. دونك عندنا الهبطان وهو سي اش 3 اوكي سي اش 2 دونك غادي تعاود 5 ديال المرات وهنا سي اش 3 صافي دير في التوتال عندي الهبطان سلسله ديالو خطيه وفيه 5 او 7 ديال الذرات ديال الكربون دونك عندي هنا 5 6 7 اوكي دونك الظروف التجريبيه اللي كنستعملوا اذا دائما كنستعملوا درجه الحراره مرتفعه وكنستعملوا حفازات في هذه الحاله درجه الحراره كتكون يعني حوالي 500 درجات سلسيوس اوكي والضغط كيكون ما بين 30 بار حتى 5 بار زائد الحفاز اللي كنستعملوا وهو البلاتين اوكي اذا وكنحصلوا على البنتان يعني كيولي هذا بنتان سي اش 3 سي اش وهنا عندي سي اش 3 اوكي سي اش بون الور عندي 1 2 3 4 سي اش 3 اوكي اش وهنا سي اش 3 بون دونك الور هذا كيفاش غادي نسميوه الور حاولوا تقلبوا على السميه اوكي دونك ملي ما رقمنا كيف كيف غادي يعطي لي ثنائي مثيل بنتان 1 2 3 4 5 بنتان بين طان. اوكي وهذا قلنا هو هيبطان هيبطان بون دابا ننتقلوا الى لا سيكليزاسيون صافي دير تحليق السلسله السلسله كتكون خطيه كردوها حلقيه اوكي دونك تفريع الان تحليق سيكليزاسيون سيكليزاسيون اوكي اذا التحليق ليس بمعنى الطيران بل التحليق هي ان السلسله كتكون مفتوحه ونقوم بغلقها او نغلق على الاقل جزءا منها باش كتصبح عندي سلسله يعني كتصف بانها حلقيه اوكي وهنا غادي نشوفوا بالنسبه للهيكسان اوكي الهيكسان الور فوالا المثال الاول عندي الهيكسان سي اش 3 اوكي سي اش 2 إذ لاحظتوا دائما كنطلقوا من
الهيدروكربورات اللي هي الكانات ديما كنطلقوا منها حيت هذه اللي كنحصلوا عليها من البترول. البترول اللي كنديروا التكرير كنحصلوا فقط على الهيدروكربورات ذات السلاسل المشبع. اوكي اذا حنايا خصنا داك السلاسل نصرفوا فيها يعني نغيروها بحيث ان المركب يولي اكثر تفاعليه. اذا عندنا هنا سي اش 3 اوكي وهنا عندنا سي اش شحال مره 4 وهنا سي اش 3 اوكي. الوغ هنايا دونك قلت درجه الحراره ديما كتكون في حدود 500 درجه سلسيوس والحفاز دونك كما قلت البلاستين والضغط ما بين 30 بار حتى ل 10 حتى ل 5 بار اوكي. دونك كنحصل على فوالا. الوغ هنايا يعني واحد الجزء من السلسله كيولي حلقي وكيعطي ليا سيكلو بنتان وفيه واحد الجذر ديال سي اش 3 اوكي. دونك عندي هنا سي اش 2 سي اش 2 سي اش 2 سي اش 2 سي اش وهنا عندي سي اش 3 اوكي. بيان سور باش يمكن لي نحلق هذه السلسله خصني ضروري نحذف واحد جوج ذرات ديال الهيدروجين اذا زائد اش 2 اوكي. دونك نتاكد عندي هنايا دونك 12 الذره ديال الكربون ديال الهيدروجين باردون اوكي. دونك عندي هنايا 8 اوكي. دونك هذا الهيكسان اذا عندي 14 ذره ديال الهيكسان 14 ذره ديال الهيدروجين باردون اذا هنا عندنا 14 عندنا ديجا في السلسله كاين عندنا 12 اوكي. دونك 4 وهنا 8 هي 12 زائد 2 هي 14 وهنا عندنا 14 دونك 6 زائد 8 اوكي. دونك اخر مثال بالنسبه لهاد اعاده التكوين اوكي. دونك غادي نتكلموا على دائما راه حنا في التحليق دونك يعني كما قلت كنلعبوا على الظروف التجريبيه اوكي. دونك لاحظوا هنايا استعملنا واحد الظروف تجريبيه معينه صافي ندير حفاز معين ودرجه الحراره معينه وضغط معين حصلت على اذا هذا كيفاش غنسميوه مثيل بنتان مثيل بنتان اوكي. ودابا نفس المركب اللي هو هذا سي اش 3 سي اش 2 4 سي اش 3 اللي هو دائما الهيكسان اوكي. وغادي نغيروا الظروف التجريبيه اوكي يعني الحفاز وايضا درجه الحراره والضغط اوكي. اذا ماشي بالضروره درجه الحراره وانما الضغط يمكننا نخفضوه ونحصلوا على البنزين اوكي اللي هو ماشي الوقود ديال السيارات اوكي. البنزين اللي هو واحد المركب راه هضرنا عليه اذا هو مركب حلقي الصيغه ديالو هي سي 6 اش 6 وكيدخل في نطاق او في طائفه المركبات العطريه التي تمتاز برائحه اوكي. وكنستعملوه كمذيب عضوي البنزين وكنستعملوه في صناعه مجموعه ديال المواد الكيميائيه اوكي بحال بعض المتفجرات او كنستعملوه لتحضير بعض المركبات العطريه الاخرى اوكي. اذا عندنا فوالا سي اش 3 سي اش 2 4 سي اش 3 دونك زائد دونك اوكي. اذا كنحصلوا على البنزين اوكي البنزين دونك غادي ندير غير يعني الكتابه الطوبولوجيه ديال البنزين فوالا. وهنا عندي النواة البنزينية اوكي زائد اذا شحال من ذرة ديال الهيدروجين اذا انا هذا الصيغة ديالو هي سي 6 اش 6 اوكي. دونك هنا عندي دونك الهيكسان قلنا فيه 14 ذرة ديال الهيدروجين دونك حيدنا 6 بقاو لنا 8 دونك هاد 8 غادي يعطيو لي 4 جزيئات ديال ثنائي الهيدروجين اوكي. دونك هذا بنزين اوكي اذا بلايا حيت الا درنا ليا بنزين كنقصدوا به الوقود ديال بعض المحركات اللي كنسميوه بالفرنسيه بليسونس اوكي. دونك هنا عندي ثنائي الهيدروجين. بون دابا غادي نشوفوا اخر عمليه ديال او تقنيه لتغيير الهيكل الكربوني وهذه التقنيه هي اللي كنستعملوها في صناعه البلاستيك او في انتاج المواد البلاستيكيه. وهذه التقنيه هذه كنسميوها بالبلمره. دونك ربما الكلمه تجيكم شويه غريبه ولكن ملي غادي نشرحوها غادي تبان لكم تفهموها مزيان اوكي. الوغ ثالثا صغيره
اوكي دونك هنا ثانيين دابا غادي ندير ثالث صغيره البلمر ينتالي صغيره البلمر ان فرونسي بولي ميريزاسيون بون اذا لو كاكس دو بولي ميريزاسيون ان هي كتكون من جوج ديال ليتر بولي وعندي هاد ميريزاسيون اذا دونك هاد البلمره هي ترجمه حرفيه لي بولي ميريزاسيون اوكي دونك غادي نعتمد على هاد الكلمه هادي بوليميريزاسيون او الا بغينا نسميوه باللغه الا بغينا نترجموا هذه الكلمه باللغه العربيه دونك غادي نكتبوا تعداد الجزيئه الاصل تعداد الجزيئه الاصل ان صحت الترجمه نخليونا دابا في بوليميريزاسيون اذا عندي بولي هي مجموع هي اضافه هي بزاف دونك ميريزاسيون صافا دير عندي واحد الجزيئه كتكون عندي جزيئه وحده وهذه الجزيئه كناخذ واحد العدد كبير منها وكنجمعهم وحده مع وحده اوكي صافي دير انني بواحد الطريقه كيميائيه نقوم بربط جزيئه مع الاخرى باش كنطول اوكي السلسله الكربونيه كتولي طويله ويمكن لي نضيف يعني هاد الجزيئات اللي هي بصح حتى لجوج في 10 اس 4 يعني 20000 جزيئه اوكي هذا هو التعريف ديال لا بوليميريزاسيون اوكي دونك لا بغينا نقولوا دونك لا بغينا نعطي واحد التعريف اطاله اوكي اطاله السلسله الكربونيه باضافه عدد كبير من جزيئات متماثله يدون بالضبط هذه الجزيئات المتماثله اما اوكي دونك ملي كنقول بوليميريزاسيون كنقصد واحد يعني هذه الاضافه او هذا التجميع ديال الجزيئات يخص فقط جزيئات الالكينات او المركبات الايثيلينيه اوكي دونك كنقصدوا بها في هذا المثال ديالنا حنايا يقتصر فقط على جزيئات متماثله من الايثين او من الالكينات او المركبات الايثيلينيه ويصل العدد الى يعني قد يصل اوكي ماشي بالضروره كناخذ هذا العدد ولكن وقد اوكي باش نكون واضح وقد يصل العدد الى 2 في 10 اس 2 في 10 اس 4 جزيئه بون غادي ناخذ انا واحد المثال باش تفهموني مزيان وتفهموا الطريقه اللي كنديروا اللي كتحدث كي او الايواليه ديال هذا التفاعل الكيميائي غادي ناخذ باغ اكزومبل ثلاثه ديال الجزيئات اوكي ديال ايتين اوكي دونك مثال وبان نقوم بتعميم هذا المثال اوكي دونك ثلاثه ديال الجزيئات ديال ايتين صافي دير عندي سي سي اش اوكي اولا دونك عوض ما ناخذ الايتين غادي ناخذ واحد المركب ايثيليني ودونك مركب الايثيليني صافي دير هنا عندي واحد الا اوكي هاد الا تقدر تكون باغ اكزومبل كلور اولا تقدر تكون كما شفنا سي 6 اس سي 6 اش 5 الى اخره دونك اذن غير باش نتذكر قبيلات ما بقيتش عاقل اوكي غادي نولي نعاود داك المثال ديال المركب الايثيليني اللي عطيناكم وهو سي اش سي اش اوكي نورمالمون هنا نورمالمون خصني ندير سي 6 اش 5 اوكي ربما نكون درت هنايا سي 5 اش 6 راه خصني ندير لاكس خصني ندير سي 6 اش 5 اوكي كنحيد واحد الذره ديال الهيدروجين منا اوكي باش كنلصق هاد 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 النواه البنزينيه في هاد الايتين اوكي دونك هذا هو اللي سميناه ب فينيل الايتين اوكي او لا السميه الاخرى ديالو وهي فينيل البنزين اذن دونك شي مسحتو دونك الا شفتو في الاول ديال الفيديو شوفوا الا كانت دير هنا خمسة راه راني غلطت اوكي صافي دير انني ما رديتش بالي ولهذا هنا خصني ستة وهنا خمسة دونك عندي هذا المركب قلنا سي هنا اش وهنا اش
اوكي لاحظوا معايا ا دونك هنا ا في هذه الحاله هي سي 6 ا 7 تقدر تكون هنايا سي ال زائد دونك غادي ندير ثلاثه سي وهادشي اللي نديرو في ثلاثه يمكن نطبقوا على واحد العدد كبير اش 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 اوكي زائد سي اش باردون سي دونك هنا عندي ا اش 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 الوغ هنا عندي تفاعل بالمره اوكي دونك هنا شنو كيوقع هنايا اولا هذه الرابطه الثنائيه هذه اللي هنايا كتكسر اوكي وبالتالي ملي كتكسر شنو كيصبح كيصبح هنا الكترون حر باردون هنا الكترون يعني وحيد وهنا الكترون واحد داكور دونك هنا كنهضر على الايواليه دونك غادي نشرحها هنايا هاد الايوالي اللي كتوقع الوغ دونك عندي سي ها هي هاد الرابطه قلنا ثنائيه ما بقاتش هنا صبح لي واحد الالكترون هنا هذا الالكترون اذا هنا عندي اش 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 ا اوكي زائد نفس الشيء عندي هنايا دونك سي سي الكترون حر باردون الكترون واحد هنا ا باردون اش اش ا اش وهنا عاوتاني نفس الشيء سي سي دونك الكترون الكترون عندي هنايا ا اش 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 اذا ماذا يحدث اذا فهاد الالكترون هنا اللي غادي نخليوه دونك هاد الالكترون اللي هنايا واحد مع الالكترون واحد دونك هادو بجوج غادي يشكلوا واحد الرابطه بسيطه بيناتهم باشراك هاد الزوج الكتروني اوكي دونك الالكترون اذا هنا ما كاين مشكل عاوتاني نفس الشيء بالنسبه لهادو بجوج كيشكلوا رابطه بيناتهم فوالا اذا شنو بقى عندي بقى عندي هذا الالكترون واحد وهذا واحد اذا ما يمكنش هذه الجزيئات تكون لانها هذا الكربون هذا غير محاط ب 14 الكترون اذا ماذا يحدث دونك هذا الشيء كله كيأثر على هذا الذره الهيدروجين هذه كتحيد منا وهنا كنديروا رابطه ثنائيه اوكي وكنجيبوها لهنايا اوكي فوالا اذا كنحصل هنايا على هذا المركب هذا اوكي ها هو داكور اذا هذا كنسميه ب بوليمير اوكي هذا بوليمير بوليمير اوكي اذا ما كنقصدوا بها الجزيئه الاصل اللي هي هذه هذه هي الجزيئه الاصل اوكي دابا الا بغينا نديروا بصفه عامه نعبروا على التحول بصفه عامه بصفه عامه اوكي او عندي واحد العدد كبير ديال هاد المشتقات او المركبات الايثيلينيه اوكي دونك سي اش 3 باردون سي اش 2 سي اش 2 بون سي اش ا اذا هادي كنجمعها واحد ان مره يعني مثلا 1000 10000 قلت حتى 20000 اذا على ماذا احصل اذا كنلاحظوا بان هذا اوكي هذا كنسميوه بلازمه اللي كتكرر ان مره اوكي دونك كنحصل على سي سي دونك اش اش ا اش اذا هذا كيتعاود لنا ان مره اوكي اذا هذه كنسميوها بالمره اذا هذا بوليمير اوكي وهذا كنسميوه ب ايتان اذا هذا كنسميوه جزيئه اصل او دونك موليكول مير سوا ديزون بالفرنسيه اوكي وهذا بوليمير اذا ان كنسميوه ب ان معامل البلمر وان يمكن له يوصل حتى لجوج على بويسونس 2 فوا 10 بويسونس 4 اذا شنو الفائده ديال التحول الكيميائي اذا هذا هو اللي كيعطينا المواد البلاستيكيه اوكي اللي كنصادفوها في الحياه ديالنا اليوميه سواء علب لتعليب او لحفظ المواد الغذائيه سواء انابيب بلاستيكيه كنستعملوها في البناء او في لاغراض اخرى اوكي اذا فحبال كنسوا غير من البلاستيك اوكي دونك البلاستيك ولا كيدخل لنا في الحياه اليوميه بواحد الشكل فظيع جدا انه ما يمكنناش اصبح ما يمكنناش نتخلاو على البلاستيك رغم اضراره البيئيه الخطيره اكيد
ولهذا فيمكننا نعطيو امثله بار اكزومبل الا كان عندي هاد ا هو اش اوكي يعني الا كان ا هو اش اوكي اذا كنحصل على اسم بوليمير نعطي غير جوج امثله بوليمير اوكي بون اذا اولا الصيغه ديال البوليمير وعاد الاسم ديال البوليمير او نكتب هنا كاع الجزيء الاصل من الاحسن نكتب الجزيء الاصل وهنايا اسم البوليمير اذا فلا كانت الجزيء الاصل هي الايتين بكل بساطه سي اش 2 سي اش 2 اذا الاسم كنسميه بولي اي اوكي okay. اذا كان عندي بار اكزومبل اش 2 سي سي اش سي ال اذا انا كنسميه ب بولي كلو بولي كلورور الفينيل اوكي فرنسويه كنسميه بي سي في اوكي واذا كان عندي بار اكزومبل هذاك القبيله اللي فيه البنزين صافي ندير سي اش 2 سي اش 2 سي 6 اش 5 اذا هذا كنسميه ب بولي ستيرين اوكي دونك يمكن لكم تشوفوا في الكتب المدرسيه ديالكم او لا في الانترنت وتقلبوا على هاد لي بوليمير وتشوفوا الاستعمالات ديالهم وتشوفوهم تشوفوا الصور ديالهم باش تعرفوهم اذا كنكتفي بهذا القدر اوكي ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو في شي حصه قادمه اوكي على حسب الوقت وشكرا للانتباه اذا والى اللقاء